واحد من الاماكن المهمه جدا اللي طلبت عندي كتير، وناس كتير سالوني ان انا اعمل فيديو من داخل شارع اغباط في مدينه الماطي. ففيديو النهارده يا جماعه زي ما انتم شايفين، فيديو النهارده هيكون من داخل شارع اغباط في مدينه الماطي، واحد من اشهر الاماكن السياحيه والشوارع السياحيه الموجوده في مدينه الماطي. فخليكم معايا وتابعوني. بصوا يا جماعه، بدايه شارع اغباط بيبقى فيه من الناحيه اليمين هنا، ده مطعم تركي مشهور جدا. طبعا الجزء اللي على اليمين دي كلها مطاعم وكافيهات كتيره، والجزء اللي من الشمال دوت من هنا هتلاقي فيه محلات ملابس وهتلاقي فيه مولات كتيره. طبعا انا هوريكم الشارع عامل ازاي من هنا. فخلينا بقى نبدا الفيديو كده بفضل الله على بركه الله. فخلينا بقى اوريكم الشارع من جوه بالليل عامل ازاي. طبعا لما هتلاقوا هنا في ناس كتيره وجنسيات كتيره موجودين في المكان هنا، هتلاقي في كل الجنسيات الاجنبيه غير طبعا اهل البلد. لما تيجي طبعا تبصوا كده، انا عاوز اوريكم هنا مثلا، لما تبصوا كده انا عاوز اوريكم هنا، في هنا طبعا ده سلسله المطاعم زي ما انتم شايفين، في مطاعم كتيره هنا في الجزء اللي على اليمين ده، هتلاقي مطاعم كتيره وكافيهات وكل حاجه. وزي ما انتم شايفين الشارع طبعا بالليل بيبقى حيوي جدا، يعني الشارع من بالليل بيبقى جميل جدا، وهتلاقي فيه زي ما انتم شايفين زحمه. بصوا كده الزحمه قد ايه، ده بالليل يا جماعه. بصوا طبعا الجزء اللي هنا دي كلها مطاعم ال سي، سوري، محلات الملابس بتاع ال سي ويكي، وفي هنا طبعا ماجنوم. بصوا كده ماجنوم من فوق هنا، دوت اكبر سوبر ماركت. وفي الجزء اللي على اليمين كلها زي ما بوريكم كده هتلاقي طبعا في كتير اجتماعات كتيره هنا وناس كتيره من البلد وحاجات كتير. بصوا كده دي كلها، الجزء اللي على اليمين ده كله، ده كله مطاعم. وطبعا هنا ازحم شارع موجود في كازاخستان. بصوا هتلاقي فيه كتير. بصوا بقى عاوز اوريكم حاجه مهمه جدا، المبنى ده يا جماعه بصوا كده، المبنى دوت ده مول، اقدم مول في كازاخستان. المبنى ده كله ده اقدم مول موجود في كازاخستان من ايام الاتحاد السوفيتي القديم. هتلاقي فيه سينمات من جوه، وهتلاقي فيه كافيهات محليه وكافيهات من جوه، وطبعا في واحد من اكبر السوبر ماركت. بص المكان هنا هتلاقيه جميل جدا، وطبعا عاملين هنا زي ما انتم شايفين. بص النافوره بقى، بص انا بحاول اوريكم المكان من كل حته. بص يعني بص من هنا كده، بص كلها لو تلاحظوا ان الجزء اليمين كله محلات ايس كريم، مطاعم، كافيهات، كل حاجه من هنا، وطبعا من بدايه الشارع من هنا. فخليني بقى اوريكم الدنيا من هنا عامله ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين في كتير هنا اجانب، سواء بقى من جنسيات كتير، هتلاقي هنود، هتلاقي عرب، هتلاقي صينيين، هتلاقي كل الجنسيات، طبعا بالاضافه كمان لاهل البلد. فبصراحه حاجه جميله جدا. وزي ما انتم شايفين في كتير كتير هنا، بصوا يعني حاجه حلوه قوي. فالمكان هنا حلو، وفي هتلاقي ساعات بعد وقت كده بتلاقوا هنا في ناس بتعمل موسيقى، بتغني، في حاجات بتلاقوها كده في الشارع ده. هو الشارع طبعا مش طويل قوي، بس ده اشهر شارع سياحي موجود في مدينه الماطي، اللي هو شارع اغباط. طبعا شارع اغباط مشهور جدا يا جماعه، بيجي كتير جدا من الاجانب الشارع ده يوميا. وزي ما انتم شايفين الشارع هنا بيشتغل لحد الساعه 12 بالليل، هتلاقي المحلات وهتلاقي كله فاتح. انا بحاول بس اجيب لكم الدنيا، بصوا عامله ازاي من هنا كده، بحاول اجيب لكم كل حاجه. بصوا هنا برضه محلات ملابس اهو، ده تبع المول، وده كله بصوا من هنا لعرض للفيلم اللي هو من داخل السينما. وزي ما انتم شايفين الدنيا عامله ازاي. الشارع مش كبير قوي، بس بجد يا جماعه الاجواء هنا حلو، يعني زي ما انتم شايفين كده كل الناس هنا مستمتعه بالشارع، لان انتم زي ما انتم شايفين كده المكان سياحي. بصوا حاجه من الحاجات اللذيذه جدا اللي انا عاوز اوريها لكم، هنا برضو
في هنا جزء بتاع الشرطة، يعني في نسبة أمان هنا، يعني لو واحد مثلا جاي في شارع زي كده في هنا شرطة، يعني الدنيا أمان. وجميلة أوي العربية بتاعت الشرطة دي، حاجة صغيرة يعني برضه ماشية مع المكان. وفي نفس الوقت بص كده في فوق هنا كده برضه دي محلات تانية، مجموعة محلات تانية من الجزء اللي هنا، والشارع دوت برضه تبع أرباط، يعني من هنا كده ده جزء مو تمشية وتقعد فيه، ومن الجزء اللي هنا كده برضه نفس الكلام الشارع كله. أنا بحاول أجيب لكم كل الشارع عامل إزاي. طبعا هتلاقوا كتير زي ما انتم شايفين، هتلاقوا كتير جدا. بصوا حاجة عاملين هنا حبة حاجات كده لذيذة. طبعا الشارع يا جماعة أمان، نسبة الأمان عالية قوي. كون ان يعملوا مكتب للشرطة هنا في دي حاجة ممتازة. طبعا من الجنب هنا دي كلها أماكن للقعدات المجانية، تقعد براحتك في الشارع هنا، كله زي ما انتم شايفين الناس قاعدة عادي ومفيش أي مشكلة. الجزء اللي هنا برضه نفس الكلام، على الناحية الشمال هتلاقي نفس الكلام، نفس الكلام. بص كده في أعداد تانية اهو، نفس الكلام يعني يمين شمال في أعداد كتير. غير طبعا نسبة المطاعم اللي هنا كتيرة جدا والكافيهات كتيرة جدا. وهوريكي طبعا في حبة حاجات حلوة قوي وحاجات ممكن تاخدوها للتصوير حد. بس عاوز أوريكم حاجة هنا، الجزء بتاع بصوا المحلات، بصوا الشكل العام. انا عاوز اوريكم حاجه هنا، بصوا الشكل العام هنا، ده بالنسبه لجزء المطاعم المحلات. بصوا الطلعه للدور التاني هنا، حاجه جميله. والناحيه اللي هناك ديت بصوا كده، دي في برضه هنا شقق. لو تلاحظوا هنا كده الجزء اللي هنا ده كله عمارات اهيت مطلة على شارع أرباط. يعني ممكن تلاقوا جار شقق في الشقق ديت على الشارع أرباط نفسه. وطبعا ده كله زي ما انتم شايفين، الشارع كله زي ما انتم شايفين في عدد كبير جدا من الناس بتيجي الشارع ده مخصوص. حاجه جميله قوي. بصفه عامه الشارع ده يا جماعه هتلاقي فيه من كل الجنسيات بتيجي من الشارع دوت، وخصوصا من بعد مثلا المغرب هتلاقي ناس كتيرة جدا، طبعا من جنسيات كتيرة زي ما انتم شايفين من كل الجنسيات هنا. حاجة جميلة بصراحة، يعني بصراحة حاجة جميلة قوي 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 قوي. عاوز اوريكم برضو حبة حاجات هنا في الشارع حلوة قوي. بصوا كده خلينا اوريها لكم. بصوا بقى اللي عاوز يجي يصور برضو حاجة من الصور الحلوة دي، بصوا النفوة دي، مجموعة شلالات او عاملينها هنا، بتتغير طبعا الالوان بتاعتها بس الشكل بس عامل ازاي جميلة. مع المطعم الجميل ده اللي فوق ده مطعم كامل واخد دورين، وفي كمان بصوا ده واخد على الشارع نفسه شارع اربعة. حاجة جميلة اوي اوي. والناس اللي قالت لي على مشاريع البسيطة، ايه نعمل ايه مشاريع بسيطة؟ بصوا عربية زي كده بتتعمل فيها عصاية في الشارع أرباط نفسها، يعني بصوا عربية زي دي كده عاملينها الشباب بيبيعوا فيها عصاير في شارع أرباط نفسه. يا جماعة التفكير بس حاجة بسيطة وعلى شكل عربية، عاملينها يعتبر كشك بس على شكل عربية. بص الجبال اللي أنا عاوز أصوره لكم كده، بص الشكل ده يعني كأنك راكب عربية أو أتوبيس وعاملينه بشكل حلو قوي. بص انا عاوز اجيبه لكم بالظبط عامل ازاي، بص كده. فجماعه الشباب اللي هي بتفكر في حاجات ان تعملها هنا في اغباط، حاجه كويسه قوي ان انت تعمل عربيه زي كده وبتعمل مشروع كويس، وفي نفس الوقت في شارع سياحي. بصوا زي ما انتم شايفين ده في الشارع السياحي هنا، يعني دي فكره يا جماعه للشباب اللي بتفكر في مشروع صغير، في حاجه كويسه جدا. بصوا هنا نفس الكلام، يعني بصراحه حلو قوي قوي قوي. الشارع طبعا احنا دلوقتي في فصل الخريف، يعني الناس بتلبس جواكت كده خفيفه زي ما انتم شايفين، يعني الجو ساعات بيبقى ساقع بالليل وساعات لا. بس طبعا في الفتره بتاعت الشتاء ده كله بيبقى كله تلج، فطبعا على حسب الوقت اللي انتوا جايين فيه.
برضو عاوز اقول لكم في يعني افضل وقت طبعا في ان انت تيجي في كازاخستان. انا عن نفسي بحب الشتاء بصراحه، بس في ناس ممكن ما تفضلوش. بصوا برضو هنا، هنا المطعم من الجزء ده، هنا نودلز هاوس، ده كلها برضو نفس الكلام، مطاعم وعدد. فحاجه بصراحه الشارع حلو، شارع سياحي حلو قوي قوي قوي. وفي هنا جماعه صيدليه هنا برضو، لا قدر الله حد عاوز يشتري ده او كده، يعني في حاجات طوارئ هنا حلوه. فبصراحه الشارع مش كبير جدا بس حلو، يعني كسياحي الشارع حلو قوي. بصوا برضو نفس الكلام، بصوا حاجات اهو، الحاجات اللي الناس عاوزه تعمل مشاريع او الشباب اللي عاوزه تعمل مشاريع عاملينها بطريقه شكلها حلو قوي، على هيئه باص او اتوبيس، وفي نفس الوقت بيبيعوا ايس كريم. فبجد الشارع حلو والمكان جميل جدا. قولي لي في التعليقات ايه رايكم في الشارع ده، وهل فعلا شارع اغباط يستحق الزياره ولا نص ونص؟ عرفوني في التعليقات عندكم وقولوا لي هل فعلا ايه رايكم في شارع اغباط، خصوصا طبعا اخواتنا اللي في دول الخليج بيحبوا الشارع ده جدا، وطبعا الهنود هنا بتحب الشارع ده جدا جدا جدا، لانه زي ما انتم شايفين كله بيبقى في الشارع ده، بيبقى فيه تمشيه كتير. اهو بص اهو الشباب هتبتدي اهو تعمل موضوع الموسيقى، هتبتدي هنا تعمل شباب موضوع الموسيقى والغنى والحاجات دي. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناه، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار يا ريت تسيبوا لي في التعليق. شكرا لكم، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من داخل كازاخستان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص يا جماعه، صحيح في حاجه هنا برضو من الحاجات اللي هي بتاعت العاب الاطفال، بص حاجه كده غريبه عامله تحس انها حاجه العاب معقده، بس هنا دي برضو حلوه. بص ديت حاجات للاطفال، العاب للاطفال هنا. انا بحاول برضو اجيب لكم الدنيا كده. وهنا برضو نوافير تانية هي بتاعت مية. يعني الشارع ده باختصار الشارع اغباط، فالمكان حلو يا جماعة. في نهاية الفيديو يا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناة، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار يا ريت تسيبوا لي في تعليق. شكرا ليكم، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من داخل كازاخستان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.